جئنا نازحين من مدينة حمد، إحنا وأهلنا من شمال القطاع وغزة، النازحين أيضا من حمد إلى مستشفى حمد في تل السلطان قيد الإنشاء. طبعا المواد الغذائية غير متوفرة، شح المياه الصالحة للشرب، انعدام المياه اللي هو الصالحة لغسيل أو أواني الطهي. للأسف الشديد لا يوجد حمامات أو دورات مياه لأخواتنا النساء وللرجال والأطفال، لا يوجد من يسد لقمة جوعهم. الوضع هنا في مستشفى حمد قيد الإنشاء في تل السلطان في رفح كرب جدا، كرب عظيم.